السلام عليكم وفيديو جديد ومدرسة المشاغبين. وقبل ما نبتدي اليوم الرابع هنقرا كام كومنت كده من اللي انتوا كتبتيهم على اليوم التالت. اول واحد معانا استاذ غامبل بيقول لي عبدو مندو نزل الجزء الثاني من سر وصفة سلطع برجر، نزلتها يا اخويا غامبل، ولو انت متابع فانت اكيد شفت الفيديو. معتز محمد حبيبي يا مندو، بص يا صاحبي مندو في الف بعد الميم يا صديقي، حبيبي يا معتز. انس عطية، اللعبة دي اسمها ايه ونوصلك مليون مشترك؟ بابجي. علي سلطان، يا عبدو والله احبك وانا بموت فيك علي حبيبي يا علي يا علي. كينج روبلوكس، اتحداك تدمر كل البلاد ولا تتمر الوطن العربي، وليك 50,000 ليك. ما علينا، اليوم الرابع بدأ. بس حابب قبل ما نبتدي اليوم الرابع يا شباب يعني تشهلوا ايديكم شوية معنا في اللايك، يعني دوس لايك دوس لايك مش هتخسر حاجة، عايزين نوصل الفيديو على الاقل 5,000 لايك يا شباب، يعني دوس لايك مش هتخسر حاجة. واول مهمة معنا بيقول لي ايه بقى يا معلم؟ عارفين يا شباب بتاع الاخضر ده؟ بيقول لي اضرب بيه تقريبا اي حد شغال في المدرسة، يعني تعالى كده نجرب. الدكتورة قبلة انشرح، خد يا قبلة. قبلة انشرح، تمام مظبوط كده صح، يعني كده ايه المهمة السهلة دي؟ ايه ده؟ دي بتجري ورايا، جابتني جابتني. حسبي الله ونعم الوكيل. المهمة باظت، انت السبب، يلا يا وليا. طب يلا بقى، طب تعالي بقى اكس حريقة. قبل الشراح بتولع، قبل الشراح بتولع، قبل الشراح بتولع، حد يطفيها. يلا قبل الشراح، قبل الشراح، قبل الشراح بتجري ورايا، قبل الشراح بتعمل عرضيات، قبل الشراح طلع على السلم، قبل الشراح عايزة تقبض عليا. قبل الانشراح فين؟ قبل الانشراح فين؟ قبل الانشراح ما جاتش. تعال ننزل يا شباب تحت نشوف المهمه تاني. السلام عليكم، علي علوكه واشرف كوخه، ادوني المهمه يا رجاله. انا اروح ابتدي بقبل انشراح عشان خاطر زعلتني. بقول لك ايه، انا بتاع الامن ده. السلام عليكم، السلام عليكم، الله، السلام عليكم. وليه؟ ايه اللي ليه؟ وليه ليه؟ ني 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 ني. قال يا عبدو بقى، يا عبدو بقى، بقول لك ايه يا عبدو؟ ولا لا 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 ولا 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 ايه ده؟ ولا لا بيولعش؟ نصفته؟ لا بلاش. بقول لك ايه؟ انا معايا انبول في مخدرات، كيف كخ كخ كخ. ايه ده؟ ما حصلوش حاجه ليه؟ ده ما حصلوش حاجه، ده حصل لي زباله. ولا يجري ورايا دلوقتي، بيجري ورايا يا جدعان. ايه ده؟ ده انا كسبت المهمه، هرب. تعال نشوف صحابنا الاوباش، علي علوكه واشرف كخه. سلام عليكم. ايه ده؟ ده بيركب على الواد. ايه ولا ادوني مهمه. اوه ماي جاد، ده بيقول لي خلع المدير البنطلون، المدير فوق، هنخلعه البنطلون ازاي؟ هاري سويت، ايه يالا الطول ده كله يالا؟ انت رحت تتخانق؟ ما تيجي تيجي معايا للمدير يا صاحبي عشان لو اتمسكت تنقذني. السلام عليكم، ازيك يا سعادة المدير؟ انا كنت عايز اقدم شكوى في قبل انشراح يا باشا فضربتني، اتفضل اقعد. اوكي يلا مدير، يلا بقى مدير. ايوه كده، لف كده اديني ظهرك. ولا ايه ده؟ ايه ده؟ علي قلوب اجري. ايه ده؟ انا تعاقبت؟ تعاقبت بايه طيب؟ اخلي الدنيا تمطر ازاي يعني؟ انا مش فاهم حاجه. اما احنا هنروح ورا السهم دوت يا شباب، يمكن الدنيا تمطر فعلا. ايه يا عم انت ما تهدى يا عم؟ انا ايه ده؟ ده انا ماشي في الشارع يا جدعان، انا بعدت خالص عن المدرسه، المفروض ان المدرسه جنبنا هنا. ايه؟ طب هتمطر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده شمع، هو في سحر هنا؟ فلوس فلوس، هو ده سحر يا جدعان؟ بيعمل ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من كلمات لا تمت، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. ده بيلف. ايه ده؟ ايه ده؟ السما السقف ده الدنيا بتمطر. فتحوا لي الطياره. ايه ده؟ ده انا عملت تسونامي، المدرسه غيرت.
يلا نروحوا. مراويح مراويح. طب كويس ان انا كنت عامل حسابي ولابس الشورت. يلا مدرسة غرقانة، يلا يا مدرسة غرقانة. العلبة تقوم تحت زي السمك والله. هو انا ليه مبسوط؟ المدرسة الغرقانة، المدرسة الغرقانة. وي الله، سمك في المية. سلوى يا جمزة، سلوى ما تيجي يا سلوى ناخد غطسين مع بعض يا حبيبتي. الله بقى الله. لا ايه ده، النافورة فيها مية ازاي؟ ايه ده، في ايرور يا جدعان. ايه ده، المية خلصت يا عم، خسارة. اصحاب الاوباش ادوني مهمة يا جدعان، عايز مهمة عدلة يا جدعان. ايه ده يا عم، بيقول لي خد عربية المدير. فين عربية المدير؟ اوديها فين؟ هو تقريبا هوديها مقر، يعني زي الزبالة كده يا شباب، حتة فيها زبالة كده، حاجة زي كده. هنخسر ايه؟ يلا بينا. اهم حاجة تكون عملت لايك للفيديو دوت عشان خاطر ما ازعلكش، عشان خاطر يا شباب لما ما بتعملوش لايكات على الفيديو الله ببطل انزل. يعني شوفوا اخر فيديو يا شباب منزله بقاله اسبوعين يا شباب، اسبوعين يا شباب ما بنزلش فيديوهات، حرام بجد حرام. ايه ده، هنسوق ده ونمسك بيه العربية ازاي؟ طيب نمسكها ازاي؟ كده اهو. طب ممكن نحذف على كده، وي كده وي. فتحوا لي حاجة، بريك الشاي ده ولا بريك الكيماوي ده؟ طب خليها فوق بقى. طب بقول لك ايه يا اسطى، ما تجيبها يا اسطى عشان ارجع بيها المدرسة. خلاص انا هعملها، اروح ارجع المدرسة بطريقتي. ايه ده، ايه الباليه اللي بيعمله ده؟ سمير منور. دكتورة. سرنجة تجيب حقن. ده ايه ده عايز يقيس الضغط. خلاص يا عم، ايه اللي جاب سمكة القرش دي هنا بس؟ انتوا بتعملوا بقى هنا ايه؟ مش فاهم انا. هوب يا عم، المهمة ديت الشباب الأخيرة. ده بيقول لي يا شباب شايفين الصاروخ ده؟ بيقول لي اضربه في قلب المدرسة. جات لي فرصة يا شباب اللي أنا أصلا من زمان هموت وأعملها. الله يا سلوى. هوب يا عم، ده أنا فجرت المدرسة فعلا. أحيي بتوع الأمن، قبضوا عليا وما فشلت المهمة. حسب الله ونعم الوكيل. هو في كام سمكة قرش يا جدعان؟ اهو يا شباب انا قريت المهمة غلط، بيقول لي فجر الصاروخ في الكوتش بتاع الرياضة وكده، اللي هو ده يا شباب مدرس الالعاب بمعنى اصح. ما طلعش طالب قوي زي ما انا كنت فاكر. تعال كده يا صاحبي هديلك واحدة هيت اس بولشوت، وسلم له على امك بقى في البيت. بس استنى ابعد شوية عشان ما انطرش معايا. زيبيو. اوبا يا عم، الواد اتمسح من على وش الارض. خلصنا اليوم الرابع، وخلصنا اليوم الرابع. نعمل لايك بقى يا شباب على الفيديو ده عشان خاطر نوصل لرقم جديد في عدد اللايكات. انا تعبت يا شباب من الرقم الثابت في اللايكات ده يا شباب. دوس لايك، دوس لايك، دوس لايك يا اخي بقى. ما تدوس لايك بقى يا اخي، لسه دوس لايك يا اخي. يا عم اعمل لايك بقى، اعمل لايك، اعمل لايك. لسه ما عملتش لايكات؟ شايفك، اعمل لايك.